اذا عم نشوف حسن عياد، واكيد كل فايتر جورج عنده موسيقته الخاصة كمان بيستعملها ليفوت عليها بمعنويات وحماس عالي. حسن عياد بيكون عنده الغنية تبعه، بيكون انه هيدي بيكون دائما حتى بيتمرن عليها لانه بتحمسه بتعطيه موتيفيشن. حسن عياد 22 سنة بوزن 65 كيلوغرام، طوله 171 سنتيمتر، طبعا هو لبناني. الركر تبعه 1 وين 2 لوسز. مظبوط. هيدا هو حسن عياد، عم شوف كل المعلومات اكيد امامكم على الشاشة مشاهدينا على ال بي سي اي مع ال اي سي اس كيك بوكسينج او ال كي 1 ارابيان كومبات سبورتس، منظمة عم تنظم هيدا الحدث من قاعة كيرج ميل بمدينة كمين شمعون الرياضية ببيروت. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, also from Lebanon, Mohammed Duhni. اختار موسيقى 8 مايلز لام ال ام محمد دهني. وان شوت بركي تاخذ الفايت وان شوت، ما حدا بيعرف بركي متبعها للفكره تبعه. وان شوت وان اوبورتيونيتي وان مومنت. شوف الكوتش تبعه خالد كمان فايتر بيلعب معنا كمان امامي، عنده فايتات حلوه كثير كمان. هذا الفايت حيكون كمان حلو من الفايتات الحلوه انا احضرها مبدئيا، انه كل الفايتات اللي حيلعبوا اليوم كلهم بروفيشنال، كلهم عندهم ريكورات، كلهم ابطال، كلهم عم يتعبوا على حالهم حتى يعني لتواجه اشخاص من برات لبنان وتوقف بوجههم بدها يكون كثير محضر لهم. اذا محمد دهني 21 سنة 64 كيلوغرام، طول متر 79 سنتيمتر، طبعا لبناني. الركر تبعه جيد بس ما عم تحكي جورج، ثلاث انتصارات وخسارة واحدة. واكيد بدي اذكر انه بروفيشنال بيكون لاعب اماتور قبل، عنده اكيد برصيده فايتات قبل اماتور لنقل لصار بروفيشنال واحترفه وبلش ريكورد جديد هو البرو. بنذكر كل راوند 3 مينت 3 دقائق، عنا 3 راوند 3 راوند 3 مينت. ممكن نشوف نوك اوت، ممكن نشوف نوك اوت، ممكن نشوف نوك داون حتى اذا شخص نزل كذا نوك داون 2 او 3 بعتقد بذات الجوله بعد بيوقف الفايت. سو يمكن نوك داون يمكن نوك اوت او بتروح على اجماع الحكام. Out of the red corner, weighing 64 kilograms, standing 168 centimeters tall. This man is a K1 practitioner, making his professional debut here at the ACS, coming from Saida, Lebanon, Mohammed Duhni. Mohammed Duhni, then, and Hassan Ayad. And the referee judging this contest, رضا بسلماني. ثواني قليلة وأكيد تنطلق هالمواجهة والفايت الأولى اللي عم تبعها أكيد لايف على الـ LBCI ضمن الـ ACS Combat اللي هي تحت اسم اليوم عكار رويال، لأنه كانت مفترض تصير هالبطولة بعكار وليس ببيروت. في عنا ناس جمهور كبير حاضر اليوم كبير. يعني من مختلف المناطق اللبنانية وخاصة من عكار. جمهور كبير، جمهور بشجع اللعبة، بحب اللعبة. أنا تفاجأت صراحة بس وصلت على قاعة بيير جميل جورج، تفاجأت بعدد الجمهور الكبير. في جمهور كثير كبير. هلا لعبة. بلش الفايت، هلا. هلا بدنا ناخذ منك تكنيك لي كل شيء. هلا مثل ما عم تشوف عم بيطلع هاي كيكس، حط كروس، عم بيصير في بوكسينج كيكس كله مع بعض،
سو هيدا بتميز الكي 1 عن التاي بوكسينج. اذا بتشوفها بصير في بوكسينج كيكس، ما في كتير كلينشز، ما في البوز. فرق اكيد بينه وبين التاي بوكسينج، طيب بيصير فيها كلينش، بيصير فيها عدد البوز، عدد نيز. هون بتشوف هون كومبينيشن بوكسينج كيكس. بس نحكي فايترز بروفيشنالز، يعني ما عم تشوف كمان كل شيء بروتكشن على الـ اكيد الـ ما بيكون في بروتكشن، غير بيكون بماوس جارد وكوكي. ما في هلمت ولا في، لا ما في درع، ما في هلمت، ما في بروتكشن لاكس. لا اكيد هول بس تحكي برو، برو بيكون انه بس جلوفز بروتكشن للسنين. يعني كل كيك اكيد، كل كيك اكيد فعاليه، بيكون فيها دمج، فيها بوينتس اكيد. اصلا بتشوف كمان اوه سقطه بالارض هون، يعني هيدي اتس ا بيج بلس. هيدي اللي عم بقول لك عنها نوك داون، هيك الحكم بتشوفه عم بيعدل له، بفوت لحس. اذا شفت اللاعب فات كثير محمس عليه لانه نزله اول مره نوك داون وهيدي ثاني مره نوك داون. هلا بيعدله للعشره، اذا رفع ايديه وشافوا الحكم قادر يكفي الفايت بكفي الفايت، اذا شافوا منه قادر يكفي الفايت بوقف الفايت. بيوقف وبيحسم الفايز. الفايز لا عم بيعطيه الاوكي. هيدي ثاني اوه ايه فات دغري بسرعه عليه ليفرجيه انه هو ردي. ليك لدرجه رجع بلش يعطي كومبينيشن، يعني رجع واعي مظبوط، خلى الاوبوننت تبعه يرجع يفكر، لانه فكر انه نزل نوك داون حيفوت ينهيها. مثل ما قلت لك ثلاثه نوك داون بعدها بتنتهي، سو هلا عم نشوف يرجع. يعني هي صحيح ثلاث دقائق الراوند بس كثير متعبه، كل ثانيه على الرينج بدها مجهود كثير كبير، بدها مجهود كثير كبير، خاصه تركيز بتعب لحاله. يعني فوكس بدك تكون فول كونستريشن على الفايت، في جيم بلان بدك تتبعها، كل شيء هيدا بحاجه له الفايتر يكون مرتاح. يعني سو هيدا الشيء كما شفت رجع رجلج واقع من النوك داون اللي نزلها، سو رجع رجلج ثالث فايت ما عطى اياها من اول جوله. هلا في كمان استراتيجي مثل ما عم بتقول، يعني جيم بلان مجبور اتبعها، اذا ما اتبعها الجيم بلان ممكن تشكل عليها خطوره. دائما بيكون في كورنر مان وكوتش ورا، هيدا بيشوف الجاب والاغلاط من برا بصير يقول له اياها، فبس يقول له اياها مجبور يعملها. هيدي الجيم بلان، اذا عمل عكسها بسبب حاله بخطر يعني، فمجبور يمشي فيها، الا اذا ما كان في جيم بلان مثل ما شفت هلا كان في مثلا اول راوند درسوا الكوتش، عرف شو الجاب تبعه للشخص، اذا ما كان درسه 100% هلا بيعطيه جيم بلان بثاني راوند. بين كل راوند وراوند دائما بيتغير قصص، يعني ما فيك تضلك ماشي على ذات الشيء لانه ممكن ما يزبط هيدا الشيء اللي انت المقرر عليه، بدك تنقل على غير شيء. سو كرمال هيك يعني بيطلع الكوتش بيقول له شو لازم يعمل ولازم بتاني جوله. هلا كل شخص يعني بدك تحسب اول جوله اذا ما راحت قاضيه، تاني جوله بيكون كل شخص عرف التاني كيف لازم يلعب معه ويمشي على هيدي الطريقه. الحكم عم بيتاكد اكيد من سلامه التو فايترز تا يرجع يطلق الراوند 2. بنذكر يعني اللي هلا عم نواجه عم نشوف مواجهه لبنانيه 100%، بس من بعدها اكيد كنا ذكرنا في 12 دولة عم بيشاركوا اليوم بالاي سي اس كومبات. انطلاق الراوند 2 او الجولة الثانية. هون محاولة من عياد. في شوية حذر مع انطلاق الراوند. ايه دايما ايه اكيد، مثل ما كنت عم فسر لك بيكونوا كل واحد ناطر الثاني على غلطه كرمال يطبق الكومبينيشن اللي قال له اياها الكوتش. وعم بتشوف يعني ضربه بضربه ضربه بضربه، كومبينيشن كومبينيشن، كيك بكيك. بلش التعب اكيد يظهر على اللاعبين، يعني لكمه ورا لكمه عم بيحاول يدافع عن وجهه، بيرد عليه بكيك بيرجع كلينشني. اوه هيدي كلينشني كمان
صرنا بنص الراوند 2 كمان هون هون عم بتشوف بوكسينج سكيلز عم بفوتوا ضربات كثير حلوين من حسن اياد بتابع حسن بتشوف كمان عم بعدله لانه حط راسه وفوت كومبينيشن كذا ضربه فيا كان بيوقف الفايت يا بعدله سو هيدي بسموها كمان مثل نوك داون يعني ما ضروري ينزل الشخص على الارض ليسموها نوك داون هون فادت كذا كومبينيشن ما في ريفلكس ما في كونتر اتاك عليه بعدله الحكم بيرجع بشوف اذا بعده هلا سلامته اذا بعده وين اذا قدر يقدر يكفي الفايت الثواني الأخيرة من راوند 2 يعني بتصور رايح على راوند 3 اوه فلاينج ني كثير حلوة كثير حلوة من محمد كثير حلوة يعني شفنا عودة قوية لمحمد أكيد بالراوند الثاني لأنه أول راوند كان نزل اثنين نوك داون هول شكروا خطر عليهم شوف لمين رح يكون الحسم بهالجولة الثالثة والأخيرة حسن عياد محمد دهني أكيد عم نحكي مع اثنين فايترز من لبنان نذكركم في فايترز يعني من دول أوروبية حتى موجودين معنا من سويسرا من ألمانيا من آسيا من أوزبكستان من فلسطين من أفريقيا من السنغال من إسبانيا من روسيا من الأردن كلهم راح نشوفهم اليوم خلال نقلنا المباشر حتى من الولايات المتحدة الأمريكية هلا بتلاقي الجمهور كله عم بحمس محمد برجع منذكر اكيد الفايترز اثنين يعني محمد دهني من توب تيم اكاديمي وحسن عياد من بريف هارت وزن 65 كيلوغرام نلعب اكيد بالكي 1 محمد دهني عم تشوفه بالجلوفز الحمر اللي عليه اكيد الشاره الحمراء وحسن عياد بالجلوفز اللي عليهم الشاره الزرقاء يعني احيانا نقول حسن عياد عم يلعب بالشورت الابيض ومحمد بالشورت الاسود دهني بالشورت الاسود فايت قوية كثير عم تبعها جورج ايه بوكسينج كثير حلو هلا مبدئيا صابوا ضايقوا هيدي كمان نوك داون كمان بسموها عاد حلوة كثير محمد دهني صراحة كومبينيشن بوكسينج كان كثير حلوة كيكس نهاها كثير حلوة
هون محمد كمان عم بيحاول يحسم. محمد دوني كمان عم بيرجع يفوت كومبينيشن كثير. اوه رجع رد عليه، رجع رد عليه حسن عياد. هاي كيكس. اوف اوف. عم نشوف كومبينيشن كثير حلوه صراحه، اتاك كونتر اتاك، فايت كثير حلو. اكيد هلا بدك تشوف تعب بقلب الكومبينيشن، بس انه ستيل الشباب عم بحطوا ضربات حلوه، عم بيلعبوا لعب حلو. لقط له اجره هون وقع بالارض، يعني تنحسب تيك داون. لقطه ناجحه لمحمد دهني هون. اكيد نقاط كثير مهمه عم بيحصل عليها هون. عوده الفايت بالثواني الاخيره منها. اوه ضربه الليجل شوت، هيدي ضربه على الوقت، على الوقت تحت بسموها، بيعطي الحكم وقت يرتاح لانه مبينه 100%، وبتيجي الضربه فعليه. في عليها يعني بنالتي هيدي لل هلا، اذا بينت مقصوده الضربه اكيد عليها بنالتي، واذا انعادت بالجوله كذا مره سو اكيد ممكن يوقف الفايت من وراها يعني. عم نشوف هلا فات كومبينيشن، ما سمع الحكم انه قال بلاي مشي الفايت، سو ما كان عارف انه مشي. هلا عم نشوف لو كيكس اوايا، ميدل كيك كمان كثير حلوه. شفتني طلع عليه بالركبه يعني كمان مره واحده. فلاينج فلاينج هايني فلاينج هايني هون بسموها كمان. لقط له الكيك، شال له اجره من تحت، سحب له اياها. اخر ثواني الفايت الاولى اللي اخذت وقت على الاخر، يعني ما شفنا فيها 3 راوند 3 مينت، ما فيها كي او، كان فيها ولا فيها قرار تقني، كان فيها نوك داون، بس انه كان فايت كثير حلو. اوه نايس، راحت مجموع حكام. هلا بينقل الحكام يعطوا المجموعه والفايز نظرات. على الارجح راح يكون الفائز محمد دهني. هلا بدنا نشوف قرار الحكام، بس عم يحتفل باكرا. ايه عم يفتحل. دوني من توب تيم اكاديمي بانتظار القرار النهائي للجنه الحكام. فايتن لعبت على الاخر 3 راوند، كل راوند من 3 دقائق. كمان نفس الوقت يعني عم نشوف حسن عياد فايت كثير حلو صراحه، عم يرفع ايده. لنشوف بالنهايه اثنيناتهم لعبوا، اثنيناتهم قدموا اداء رائع، اثنيناتهم تعبوا بالفايت. برافو للاثنين صراحة. حسن بهمه كثير يفوز اليوم تيعادل الريكورد تبعه بفوزين وخسارتين. لنشوف شو راح يكون. هلا للصراحة كل فايتر بحاجة يربح، يعني ما في فايتر بحب يخسر يعني، بس انه ان شاء الله الأحسن بيربح مثل دايما. شو يعني. عندك ريكورد بالام ام اي جورج؟ انا ريكوري بالام ام اي 9 برو 3 لوس، يعني جاي 9 وين 9 3 باي سبليت ديسيجن. سبليت ديسيجن محمد دهني. محمد دهني مثل ما توقعنا محمد دهني 21 سنة. برافو محمد.